مواجهات دمية متبادلة بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر الماضي تصاعدت وتيرتها كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وخسائر بالجملة على الأرض. موقع وال الإسرائيلي سلط الضوء على الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي مؤكدا أنها بلغت 44 قتيلا منذ بداية المواجهات مع حزب الله، بينهم 24 مدنيا. أما الإصابات فبلغت بحسب الموقع 271 إصابة. وبالنسبة للخسائر المادية، تسببت صواريخ حزب الله باحتراق 180 ألف هكتار من الأراضي في شمال إسرائيل، والسكان هناك رفعوا حوالي 4400 دعوة تعويض ضد الحكومة عن الأضرار الناجمة في البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان. أما خسائر قطاع السياحة فتقدر بنحو 270 مليون دولار. أما على الجانب اللبناني، الخسائر كانت أكبر بكثير. حزب الله خسر المئات من عناصره وجنوده، وإسرائيل اغتالت أهم القياديين العسكريين الميدانيين في الحزب. 3000 إصابة في هجوم أجهزة البيجر وحده، فضلا عن تدمير مئات من المواقع العسكرية ومواقع البنية التحتية ومخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ التابعة لحزب الله. الهجمات الإسرائيلية خلفت أيضا مئات الضحايا من المدنيين، وأدت إلى موجات نزوح جماعية لنحو 100,000 لبناني من مناطق الجنوب، فيما تقدر الأضرار المادية التي لحقت بلبنان بنحو 10 مليارات دولار، حيث تضررت نحو 7,000 وحدة سكنية، إلى جانب خسائر قطاع الطيران وانهيار قطاع السياحة، إضافة إلى خسائر فادحة في القطاع الزراعي.